بالحديث أكثر عن هذا الموضوع انضم إلي من إسطنبول مراسل قناة A24 News أبو بكر إبراهيم أوغلو. تحياتي لك أبو بكر. بالبداية يعني الأكراد أعلنوا أن خيارهم هو خيار الجولة الأولى، كيف تقرأ هذا التصريح؟ نعم وسام، أنا أريد أيضا أن أضع بين يديك ما تم إعلانه قبل قليل من وزارة الهجرة التركية التي أمطت اللسان عن ما تتحدث عنه المعارضة التركية بشأن المهاجرين السوريين، حيث أوضح البيان أن المهاجرين السوريين الموجودين في البلاد عددهم هو 3,381,429 شخصا فقط، عاد منهم بشكل طوعي إلى بلادهم، وصفته وزارة الهجرة بشكل طوعي ومشرف قرابة 500,000 شخص. أما الأجانب الخاضعين للحماية الدولية داخل تركيا فهي 300,720 شخص، والأجانب المقيمين بتصريح تام يبلغ عددهم 1,308,000 شخص. وهي تريد بذلك وزارة الهجرة أن ألا يتم استغلال التكتيم أو التعتيم على هذه الأرقام بأن تطلق المعارضة من أجل جذب المزيد من الناخبين، من أصوات الناخبين، أرقام عشوائية، حيث تتحدث المعارضة عن 10,000,000 سوري يقيمون بتركيا، وأنه إذا نجح أردوغان فهناك 20,000,000 يقفون على الحدود. فبهذا ربما يكون هناك نوع من الإضاءة للناخبين الأتراك فيما يخص هذه حقيقة هذه الأرقام. فيما تفضلت به وسام، فحزب اليسار الأخضر والشعوب الديمقراطي أعلن استمرار دعمهما لمرشح المعارضة كليتشدار أوغلو، بينما اعترض وأدان بشكل يعني شبه صريح عن استخدام اللاجئين كورقة لكليتشدار أوغلو في الانتخابات، وقالوا أنهم لا يسمحون بأن تكون هذه هي الطريقة التي يعلن بها عن نفسه، لكن قالوا على أي حال هم لن يرشحون. نعم، إذا سمحت لي يعني نسألك أيضا سؤال آخر، يعني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شكر الناخبين في الخارج على مشاركتهم في عملية الاقتراع، وطبعا يعني يعتبر يعني أعداد كبيرة في الخارج صوتت في هذه الانتخابات في الجولة الثانية، هل هذا يدل على أن أردوغان على ثقة أن أغلبية هذه الأصوات في الخارج جاءت لصالحه؟ بالفعل وسام، نحن نتحدث عن قبل قليل أعلن عدد المصوتين في الخارج بلغ 1,895,000، وهو أكبر نسبة من الجولة الأولى، ويعد أيضا يعني رقما قياسيا. المعروف أن ألمانيا وفرنسا، ألمانيا التي تتركز فيها أكثر من أكبر بعثة أو أكثر جالية للأتراك في الخارج المتواجدة في ألمانيا، يتخطى عددهم 2,000,000 تركي، أعطوا لأردوغان رغم الحملة الشديدة الموجودة بالغرب ضد ترشيح أردوغان، لكن ثبت في الجولة الأولى أن الأغلبية كانت التي أعطت لأردوغان كانت في ألمانيا وفي فرنسا، وبالتالي عندما يعلم أردوغان أن زادت نسبة التصويت بالخارج فهو يعلم أن هذه الدول التي أعطته ربما سوف تعطيه مرة أخرى، وبالتالي هو متأكد من الفوز. فيما يخص في الجانب الداخلي هناك التحالفات طبعا بعد انضمام سنان أوغان، وهناك أيضا حزب النصر الذي ذهب إلى كليتشدار أوغلو، هذا التفتيت في معسكر القوميين الأتراك ربما يكون في صالح أردوغان، لأن هذه النسبة الكتلة تتعارض داخل كتلة كليتشدار أوغلو، بمعنى أن كليتشدار أوغلو كان لديه المرشحين يريد يخطب ود الأكراد، وبالتالي قد يخاطب من هم على قرب من حزب العمال الكردستاني، لكن في نفس الوقت هو يريد أن ينضم إلى أوميت أوزداغ، هو أيضا معادي للأكراد ومعادي للتهاب التركي، يعني الجميع نوع من التفخيخ للطاولة السداسية قبيل الحسم. الجميع بانتظار ما ستكون مصير هذه الانتخابات يوم الأحد. أبو بكر إبراهيم أوغلو مراسل قناة 24 نيوز، شكرا لك على كل هذه المعلومات.